اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. نواصل في صالون الدكتور جابر عصفور التفكير والتكفير وبما له علاقه مجموعه من التفجيرات والقنابل المفخخه. الان قنبله امام قصر القبه تم تفجيرها عن بعد، اصيب امين شرطه في حاله سيئه، ربنا يتم شفائه، وضابط شرطه باصابات خفيفه. في مجموعه من القنابل امام سنترال الهرم والشيخ زايد وميدان النهضه وكازينو الليل، مجموعات متفرقه من القنابل وامام كليه الهندسه. الحمد لله دول لسه حتى الان بيتم التعامل معاهم، ما انفجروش وان شاء الله ما ينفجروش، لكن واضح ان في حاله من توزيع القنابل، عمليات التفخيخ بيسخنوا، هو جزء من فكر ايضا، يعني فكره القتل دي هي حضرتك. الموجه دي كلها النهارده، الموجه دي كلها ده حالا دلوقتي، بقى لنا فتره كل يوم كده مجموعه من العروات. وبمناسبه محمد فتحي بيقول لي فوق التفكير والتفجير، في الهاشتاج محمود بيقول هل هناك علاقه تربط بين التفكير والتكفير والتفجير طبعا، وكيف يكون طبعا الدين حائل دون طبعا ذلك طبعا. يعني ده واحد من اللي هقول لكم بعد شويه، بس الناس بعتت تقول لي على الهاشتاج، لانها بتطرح كمان مجموعه من الاسئله لها علاقه باللي احنا يدور حوله النقاش. نفس هو اللي بيعمل العبوة، بيكفر وبيستحل دمه ويتساوى مع الجميع، اي مواطن عابر باي يعني. ما احنا ده هيوصلنا، هو مين اللي يكفر والتكفير ده تبعاته ايه؟ يعني هو انا لما كفر لو هناك جهه لها حق التكفير فايه تبعاته؟ هو المفروض مش ما يطرحش ابدا يا اخي، يعني هذا سؤال خاطئ في التاريخ طبقا للدين طبقا للاسلام. لازم اقصد ان ما فيش حد حكم على الدين اطلاقا، والكفر دي مساله شخصيه بينه وبين ايه، والا اذا اعلنها واحد قال لك انا كافر، انما انت لا تملك ولا تجرؤ انك تقول على ده كافر او ده مش كافر. مجرد ما تشعر ان لديك هذه السلطه، سلطه تكفير احد او تقييم دين احد، خلاص خلص الموضوع. اول ما يبقى عندك السلطه دي، ولذلك حضرتك ده امر لا يبت فيه الا القضاء، يحال الى أيوة القضاء تاني بقى. ولا القضاء حتى لا يعني يبت فيه الا القضاء، يعني ليس من حق احد ولا جهه سوى القضاء لا تكفير. ولا حتى اسمح لي بس عشان المعنى يتضح يا جماعه، في فارق بين المسؤوليه الشخصيه للانسان عن الايمان وعدم الايمان، وبين ما يحاول البعض ان يستلبه وان يسرقه من محاوله اقامه اجراءات على انسان امن او كفر، ده حق القضاء فقط. اوعى تدي نفسك حق اقامه ما تتصوره انت احكامك الشخصيه على انسان. سيدي ولا حتى حق القضاء، هتدخل القضاء ليه؟ لانه الايمان والكفر هذه مساله بين الانسان وربه. تمام بلا شك. انا مسلم، انت لا يمكن ان تحكم علي باني غير ذلك. حضرتك لم ولو حتى ذهبت الى القاضي، ما خد بالك ما كان عندنا دعوه الحسبه التي ادت الى هو التفريق بين نصر حمد ابو زيد وغيره. هو مش رايح للقضاء عشان يكفر، ده هو واحد بيدي نفسه حق اقامه ما توهمه احكام. يا جماعه إقامة التظالم وفك الإشكال بين الناس في التنازع دي أمور قضائية بحتة، اوعوا حد يدعيها لنفسه. مسؤولية الإنسان عن الإيمان وعدمه ده شيء لا يتدخل فيه أحد. كويس. بلا شك. طيب. احنا عايزين نقول إنه مش من حق أحد يقيم دعوة قضائية أمام القضاء ليكفر فلانا أو علانا. طب خلينا نوصلها يا إبراهيم بطريقة تانية، يعني أنا عايز أبتدي بالأول لفكرة الفكر. التفكير. علشان اوصل لسقفه، فاذا تصادم مع ثوابت الدين، اذا كان هناك ما يجب ان يطلق عليه ثوابت الدين وفكره السلم الاجتماعي كمان، اذا تصادمت مع مجتمع ما اثرت فيه ما يعكر صفه او قد يؤدي الى فتن فيه، فابتدي بسقف التفكير. حضرتك بتشوف ان هناك يا دكتور جابر سقف للتفكير؟ يجب ان يكون التفكير له هو حد. التفكير ليس له سقف، والعقل ليس له نهايه، العقل يمضي إلى أقصى مدى. وإحنا المسألة بسيطة خالص لو تعبتكم، عندنا ما قاله الإمام محمد عبده أنه الأصل هو العقل. اثنين، إذا تعارض العقل مع نص الشرع أولى نص الشرع لكي يتلائم مع العقل، لأن الأصل هو العقل. مسألة بسيطة، صعبة ليه؟ في حضرتك إضافة لكده، الغزالي في أوائل المستصفى يقول والشرع الشريف قد يأتي بما لا يدركه العقل لكن لا يأتي بما يحيله العقل. الحمد لله. وده ميزان، ده ميزان لابد من البناء عليه. الحاجة التانية، بس عقل مين هنا؟ كويس، عشان احنا مجموعات، انا بلاقي مجموعات بالعقل ده. حضرتك عقل الانسان، ده حضرتك لسه في الفاصل كنا بنتكلم مع الدكتور جابر فيه. هل المقصود بالعقل عقول الافراد التي تتفاوت حدة وذكاء؟ نعم.
مش المقصود طبعا عقول الأفراد، ربما كنت أنا إنسان بطيء التفكير فلا أفهم معنى من المعاني، وإذا عرض على حضرتك لحدة ذهنك تفهمه، حتى لا تتحول القضية إلى تراشق شخصي وكل واحد يقول ده صح ويرد التاني يقول ده غلط وتبقى تحولت إلى أفكار فردية. العقل الذي يرد لأجله المعنى من المعاني، العقل هو مجموع القضية العقلية التي اتفق العقلاء على إثباتها، كما يفهم من كلام الغزالي وقاله سيد عبد الله الصديق الغماري في كتاب له. يا جماعة، القضايا العقلية الثابتة، المبادئ العقلية المقررة، ابن الجوزي في أول كتاب الموضوعات يقول: والحديث الموضوع هو الذي يباين الأصول ويخالف المعقول ويناقض الأصول. أهو أي عقل، أي معقول هنا؟ اسمه بالمنطق ده، وأنا آسف بالمنطق ده أجاز برضو أحاديث ستجد أحاديث العقل يرفضها بالتفسير، وده دار بينه وبين حضرتك كتير. أنت تفتكر حضرتك زمان اتكلمنا في قضية المحال، نعم، في فارق بين المحال العقلي والمحال العادي، نعم، ودي قضية تحتاج شرح وتوضيح. الوقت يسمح يا دكتور جابر، بس أنا عايز بين قوسين عشان بين قوسين بس، أصل موضوع العقل ده، طب ما هو في الطب وفي الهندسة، هل أي حد في الشارع بيخترع ولا ده المهندس؟ لا طبعا أكيد نفس الحكاية، يعني لما نقول العقل مش معناه أن أي حد معدي في الشارع ده صحيح، ومن ثم صحيح نعرض الأمر على العقل اللي في الشارع، ده لا صحيح. هي بتكلم زي ما بتكلم في الطب والهندسة والعلوم والتكنولوجيا، مش كل عابر سبيل يملك القدرة. لا أنا مش بتكلم على عابر سبيل هنا أستاذ، أرجعك إلى محمد عبد. محمد عبد قال: من حق كل مسلم أن يقول في كتاب الله وسنة رسول الله ما ينتهي إليه عقله. لكن محمد عبده لم يكن يتكلم بالطبع عن أي إنسان، مظبوط، كان بيتكلم عن إنسان قرأ وعرف. برضو دكتور جابر، رغم كده طلبت من دكتور أسامة أنه ما يرجعش للمراجع كتير، أنت محمد عبده معتمد ومرجع كل شوي. لا أنا مش بعتبر محمد عبده مرجع، معنا احنا ما نقولش يعني. مش بعتبر محمد عبده مرجع، أنا بعتبره نموذج للمفكر الإسلامي العقلاني الذي ينبغي أن يعاد له الاعتبار في هذا الزمن. لا بس أنا كده حصل الارتباك، معلش يعني في كل الارتباك. طيب ممكن المهندس تسأل الأستاذ جمال سليمان هل يحب يقوم بدور محمد عبده في المسلسل؟ هل ليه ما عندناش مسلسل؟ عندنا كمسلسل قديم أنا هروح له عمله الأستاذ محمود ياسين وما بتذاعش خالص، فممكن نستعيد فكرة محمد عبده على الشاشة مرة أخرى، ده نعم. عشان كمان جزء من الوصول للناس. إيه تعليق، إيه تعليق حضرتك؟ بس ينتجوا وزارة الثقافة كل رواد التنويريين هي أساسا العودة إلى مرحلة التنوير يعني الإسلامي والعربي اللي حصلت يعني في مطلع القرن، يعني في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مرحلة جديرة جدا بأن نعود إليها وأن نقدمها في أعمال فنية يراها المشاهد العادي، لأن فيها أسئلة كبرى. نعم. على سبيل المثال العودة إلى سيرة الشيخ أحمد أبي خليل قباني مؤسس المسرح الغنائي العربي الذي تم تكفيره في دمشق على اعتبار أن الشيخ سعيد الغبرة اعتبر أن المسرح بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وجاب الفتوى بإغلاق المسرح، وتحولت فتوى السلطان العثماني في طريقها من فتوى بإغلاق المسرح إلى أو أمر بإغلاق المسرح إلى أمر بإحراق ونهب المسرح، وجاء الشيخ أحمد إلى مصر ويعني أسس المسرح الغنائي العربي مع الشيخ عبد الحمولي، على فكرة اشتغل في المسرح القومي، نعم، بمناسبة افتتاح المسرح القومي مع الشيخ إعلان في السكة يعني مع الشيخ عبد الحمولي والرجل المسيحي اللي هو من أصول زحلاوية لبنانية اسكندر فرح. كانت البروفا في دمشق يعني في نهايات القرن التاسع عشر، واحد يقول تكلنا على الله، واحد يقول يا عدرا، ويعملوا بروفا ويقدموا للناس مسرحيات جميلة ورائعة. الشيخ سعيد اعتبر أن هذا وهذا هو النقل والتكفير والتفكير عفوا، اعتبر أن هذه ضلالة، وأن يعني قيام الممثلين بتمثيل الأدوار هو نوع. حضرتك قلت لي الشيخ مش كده؟ نعم. شيخ سعيد الغبرة. لا شيخ سعيد كفر. بس انتبه هو مقابل شيخ آخر اسمه الشيخ أحمد أبي خليل القباني. نعم. لأنه كان الشيخ أحمد. إذن عندي شيخ وعندي شيخ، عنده مهندس وعنده مهندس، عنده دكتور وعنده دكتور. أقول هي فكرة العقل، معلش يا دكتور أسامة عشان هحتاج ردك فيها. قول تفضل. اللي هي نفس الفكرة. عقل من؟ قلت لي لا احنا العقل، فالمهندس يبقى متخصص، فهنا انا بتكلم عن متخصص. انا عندي شيخ فما وجدت شيخ،
وعندي شيوخ في الازهر بيكفروا. لا عندك عقل مؤهل في مواجهه عقل مؤهل. بس عقل مؤهل المعيار ما هو مهندس هو بيشوف الطب والعلم. هو بيشوف كلام انا عندي بيشوف وقاعد صدره كلام صدر اللي ضدي كلام خالص كلام الاسود. انا عايز هو اللي ما صدرنيش ده الفكره كلها. انما لو عايز كلام غير اللي انا بقوله تماما وماله كلام انت يعني بترجع تاني تقول في علماء تكار. من الازهر يا جماعه هم اللي بيكفروا لا وفي لا علماء منسوبين للازهر بيكفروا. اسمح لي التعليق كلام اتفضل. الاستاذ ابراهيم رجع تاني بالمساله الى شيء من التجريد المهم. مش قضيه مهندس ولا قضيه شيخ، قضيه عقل. زي ما دكتور جابر من فتره قال حاجه مهمه قوي، قال يا جماعه في عندنا عمل سينمائي اسمه فيلم الخروج، انا شخصيا ارفضه. دكتور جابر بيقول لانه بيزور حقيقه التاريخ في مبدا علمي. دكتور انا جابر ما برفضوش على فكره، وليكن مفيش انا اعرضه واقول انه مزور التاريخ. ده حضرتك مفيش مشكله، بس اللي بنتكلم فيه دلوقتي حضرتك قضيه التجريد والرجوع الى وجود مبدا يحترم، مبدا علمي، عقل مؤهل، اللي زي ايه بالضبط مما يرتبط بقضيه التكفير والتفكير. لما طلع فكر التكفير في زمن علي بن ابي طالب كان صاحبه بيدعي لنفسه ان هو اللي يتكلم باسم القران الكريم وكفر علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب حضرتك اللي عنده مؤهلات اللي اشار اليها دكتور جابر، مؤهلات العلم، يتم تكفيره على يد شخص قليل المعرفه يدعي لنفسه احقيه المعرفه. لما طلع ابن عباس وقعد يتكلم معاهم في مناظره مشهوره، كان شخص شيخ اهو في مقابل من يدعي التاهيل العلمي، انتهت القضيه بعد حوار علمي مطول الى انه ده المدعي المعرفه ده اعترف بان انا ما كنتش فاهم، انا كنت غلطان. تعرف يا دكتور جابر من بس ده جزء ورجعوا تاني بالواقع التاريخيه، لانه الاحتجاج بانهم اهتدوا وعادوا مش يعني ده جزء منهم، مجموعه منهم وعادت ثم طبعا والا ما كان الخوارج يعني مش كلهم مش كلهم لكن كمان السؤال هنا انه قبل علي بن ابي طالب، احنا برضه اللي نيجي نحتج بالتكفير انه بدا مع سيدنا علي بن ابي طالب والخوارج ضده. الحقيقه لا، هو بدا من عصر من فتره عثمان بن عفان، هو احل قتله واقتحم بيته واتقتل الا لدعواهم وزعمهم انه كافر على فكره. فيعني الموضوع، وعشان كده بقول دايما ما فيش اسباب لفكره التكفير، لانه تعالوا نرتد الى اصل المسائل هلاقيها كلها العقل منهج، لانه لا الاسباب الاقتصاديه كانت موجوده ولا السياسيه ولا انا لست بصدد التاريخ لبدايه ظهور التكفير. لا انا بالتشخيص لكيف ظهرت او نمت هذه الظاهره حتى استطيع ان اعالجها. أقول فانا نازل من الجذر للجذر للجذر عشان اشوف العفونه فين. تعرف العفونه ظهرت فين عشان اعالجها، لان التربه دي هي التربه الخصبه لغايه دلوقتي. ولذلك حضرتك لما نمشي مع المسيره اللي حضرتك بتحاول ترصدها، أنا استوقفني أبرز نموذج للمعالجة، نموذج محاورة ابن عباس معاهم. مش هي يا فندم فشلت؟ اسمعني بس. الاستناد على نجاحها بس. لا 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 فشلت، لا فشل ذريع. طب لا لا أذكرك أن الخوارج بقيت وأن سيدنا علي بن أبي طالب قتل. يعني أمر اسمح لي ده رصد غير دقيق. ليه يا فندم؟ طب بس وسع صدرك حضرتك. يعني اسمح لي. الخوارج أفنت بهذا الحوار والجدل بين ابن عباس وبينهم؟ طيب لا معلش الاجابه بس نعم. بسألك سؤال مهم جدا، هل انتهى الخوارج بهذا الحوار؟ الخوارج الخوارج يا دؤيس ابراهيم، الواقعه دي الخوارج التي هي ما قبل صفين كمان. لا لا يا فندم لا، اسمح لي اسمح لي. الخوارج التي هي محاوله التزرع بذريعه علميه انتهت وتفككت على يد ابن عباس، وبقي العناد. بقي لا يا فندم لا، بس هم في التاريخ بيسموا خوارج. طيب فكر الخوارج التكفيري مركب في الداخل حضرتك من بنية فكرية بتحاول تنظر للتكفير وعوام دهماء. الموضوع اللي بنقوله أنه كل شيء يبدأ من العقل، حتى العقل ممكن أن ينقلب على نفسه فيكفر نفسه. ازاي حضرتك طبعا ان الخوارج ضم علماء إزاي؟ كثيرين طبعًا. وشعراء عظام ولم يكنوا عواما ودهماء فقط. خد بالك العقل هذا وبدأوا بحفاظ القرآن على فكرة، ممكن يعني ده كانوا أكثر تعبدا، ده كانوا تركابهم بتدوب من ال يعني ليس من الضروري أن ينتهي العقل عندما يعمل إلى ما هو خير دائما. بلا شك بلا شك بلا شك طبعا العقل طبعا ممكن ينتهي إلى كارثة. إيه الفارق بقى حضرتك بين عقل اشتغل ووصل إلى كارثة وعقل اشتغل ووصل إلى إيه بقى الفارق حضرتك؟
المقياس مزبوط. هنا بمعنى المقياس العقول تتصارع ومفيش مشكله لا 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 مش قصدي كده إيه واحنا برضو بس انت كده بتتكلم عن مجتمع مثالي قوي مش مثالي في العالم في الاصل في خروج افكار عنيفه او شاذه او متصادمه مع اي مجتمع موجوده انت حتى على مستوى تشجيع الكوره لو جبت واحد بيشجع بطريقه في وسط جمهور مش جمهوره بيعمل تصادم فكره التصادم مع مجموعه من القيم مع المستقر في الوجدان فكره التصادم دي هتتعامل معاها ازاي ما هو لازم برضو تصدم يا خير يعني لو ما تصدمناش ما فيش اي حاجه اتطورت في الدنيا ما فيش في اختراع اتعمل على ما فيش في فكره جديده اتقالت الصدمه اما ان تكون صدمه معرفيه قابله للحوار العلمي او ان تكون اصطدام مجتمعي يؤدي الى اراقه الدماء وشتان ما بين المستويات هو ده تحويل الصدام المعرفي الى صدام مجتمعي انا مش عارف ادخل معاك في الفن مش ممكن نتكلم عن الفن بعد شويه انا حاولت يعني طبعا أي. انا يعني زقيت الشيخ احمد ابو خليل القباني يعني في طيب في تجربه كل ده عشان تشتغل يا استاذ جمال كله عشان تشتغل في تجربه حضرتك تشبه دي في الاربعينات عندنا في الازهر والذي قام بها في الأزهر شخص ما زال موجود أستاذنا الجليل العالم الأزهري محمد عبد المنعم العربي سنه يجي 86-87 سنة سنة 42 في مسرح كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر أنشأ هو مسرحية شعرية عن هرقل وقام هو بتمثيلها تحت رعاية كلية اللغة العربية وكان اللي بيمثل شخصية هرقل صلاح أبو إسماعيل والد حازم هو اللي كان بيمثل بيأدي دور هرقل في المسرحيه والمسرحيه مطبوعه وموجوده والقائم بها هل في مسرح مدرسي في معاهد الازهر وكليتها 42 تمت بس للاسف التجربه لم تستمر حلو السؤال البريء ده التجربه حضرتك الفتره اللي انت بتأرخ ليها فتره قباني دي كانت سنه كام تاريخها كام؟ نهاية القرن التاسع عشر يعني هو أبو خليل أحرق مسرحه في عام 1895 تقريبا وجي مصر في تلك الفترة كان العقل الأزهري الحر اللي الدكتور جابر بيركز على احترام العقل الأزهري في تلك الفترة كان العقل الأزهري ده بيبني في كلية اللغة العربية مسرح تم تمثيل رواية هرقل عليه دي حضرتك واتلغى المسرح ده على فكره اول ما تكلم عن المسرح ازهري رفاع رفع الطهطاوي لما اتكلم عن المسارح في باريس في باريس طبعا وذهب الى المسارح في باريس رفع يا دكتور استثناء عصره وازهره مش القاعده بتاعته لا انا بعتبر هو لمعانه هو اللي انا عايز اقوله انا بعتبر معلش يا دكتور اسالك سؤال يعني بصفتك مفكرنا الكبير يعني هو مش الازهر هو اللي كفر على عبد العزيز لا لا لا, لا ما كفروش يعني لا ما كفروش لا لا احاله للتحقيق ومصادر كتابه ونزع عنه العالميه فيها يا جماعه احنا بنتكلم ده امور محتومه طبعا بس فكره التكفير هنا نزع من الدين خد بالك من حاجه في حاجه لطيفه قوي خد بالك من حاجه الازهريه بيعملوا حاجه لطيفه جدا يقول لك ده بيهدم الاسلام لا فتقول كده بتقول له كفرك لا ما قلتش انه بيهدم الاسلام ده مين لا ليه لا اسمح لي اقول لحضرتك لا ليه اقول لحضرتك لا ليه اصل ده اسم وصفه دكتور اسامه الازهري فماذا تفعل علي عبد الرازق علي عبد الرازق وانا اعتب على المثقفين واطالب حضرتك بالقيام بهذا الموضوع الشق العلمي المعرفي الذي هو نقاش وصدام عقول حركه عقول حصلت في ذلك الوقت لما طلع كتاب علي عبد الرازق صدر في مقابله يا دكتور جابر يا دكتور علي عبد الرازق لا يا دكتور جابر انا ضد علي عبد الرازق مؤلف كتاب مش ضدي بل مش ضدي يا دكتور جابر انا بكلم حضرتك عن واقع اعرفه ودرسته طيب قول علي عبد الرازق لما طلع كتاب الاسلام واصول الحكم كام كتاب طبع يناقش نقاش علمي معرفي هذا بعد المظاهرات بعد النزاهه العالميه المهم مش الكتب صبرك بالله المهم مش الكتب التي صدرت ضده يا دكتور جابر يا سيدي انا في الوقائع العمليه الوقائع العمليه يا فندم ما الذي حدث اقول لحضرتك اسمعني للاخر ارجوك 16 كتاب علمي طبعت لمناقشه فكر علي عبد الرازق ماتت معرفيا طيب. فين حضرتك الأعمال الكاملة اللي تجمع لنا كتاب علي عبد الرازق وما جرى حوله من نقاش علمي ده كلام مات مش موجود لكن من فضلك اسمع الكلام العلمي ده مش كده برضو ما بتعملوش طيب امتى حضرتك مش هنعمله امتى لا لانه ده فكر مش سليم لا اللي هو ايه حضرتك اللي هو ايه استنى بس قولي اللي حصل ايه السيد علي عبد الرازق عندما كتب كتابه الاسلام واصول الحكم
خلينا بقى خارج الكتب اللي كتبت ضده. أي أي وهي كتب ده كويس على فكره انه في كتب ضده. طب كويس 16 بالعكس المناظرات العلميه المحترمه جدا. المساله كانت كتب 16 مؤلف. انما المساله التي تعنيني هي انه اجتمع كبار العلماء وسحبوا شهاده العالميه من السيد علي عبد الرازق. كويس. حدث ولا لم يحدث؟ حصل طبعا. طيب. بلا شك. لو مظاهرات استنى بس. طيب. استنى بس. ترتب على عزل على سحب شهاده العالميه ان الرجل كان قاضيا في محكمه المنصوره. كويس. فعزل الرجل من المنصب. قاضي شرعي. اصبح الرجل بلا عمل. كويس. يعني انت دلوقتي بمجرد ما واحد قال راي ضدك ويختلف معاك فيه فصلته من عمل. لا يا فندم. لا يا دكتور. لا يا شويه للشعر الجاهلي. لا يا دكتور جابر. لا يا دكتور. طب نسمع. لا يا دكتور. لا انا عايز بس اوضح للدكتور اسامه يا استاذ ابراهيم. بس لحظه نقطه مع الدكتور جابر. نقطه مع الدكتور جابر. توصيف المساله التاريخيه وتلخيصها في انه خالف في الراي ففصل غير صحيح يا دكتور جابر. اللي غير صحيح. امال ايه اللي حصل يا دكتور؟ اسمح لي بتفسيرك يعني. يا فندم وانا هرجع لك تاني يا استاذ جمال. انا عارف ان انت بتدافع عن ايه بالظبط. بدافع حضرتك عن انه عندنا اصرار والحاح على الوقوف عند نقطه الاجراءات التي اتخذها الازهر واهمال الجانب العلمي المعرفي الذي قام به الازهر واهدل واهيل حتى هذا الجانب العلمي المعرفي الذي تتحدث عنه. ايوه. علي عبد الرازق قال ما فيش نص على الخلافه في الاسلام. كويس. وان الاسلام لم يحدد للمسلمين نظاما سياسيا بعيد. كويس. ألم يكن هذا المقولة دي على عبد الرازق ماله ده؟ الفكرة دي المقولة دي حضرتك مال. أقول لحضرتك الفكرة والمقولة التي قالها علي عبد الرازق فكرة تستحق أن توضع تحت المجهر وتخضع للبحث العلمي. ب16 كتاب يا دكتور جابر تناقشه وكلها تكفير للرب. لا يا فندم لا. لا مش تكفير. لا يا دكتور أسامة دفاع عن الخلافة في الإسلام. ال 16 كتاب يا دكتور جابر بس فصلوه. لا يا فندم لا يا فندم اسمح لي. هل ال 16 كتاب موجودة في أرشيفنا يا دكتور جابر؟ لا كل ما فندم على موجود. فكرة لا مش موجود. طب أنا اللي موجود, موجود أنا أقول لك يا دكتور أسامة موجود سيد قطب وهو ضد هذه الفكرة يا أستاذ إبراهيم. ده أنا بكلمك ده أنا بكلمك بمعنى إن هذه الفكرة نكل بها حتى يومنا هذا في كل الكتابات. انا بكلم حضرتك تبحث عن المناظره العلميه. لا يا فندم احنا مش عاملين مناظره. لا احنا بنقول على الشعر الجاهلي. طب اسمح لي ما سيبناش الاول نقطه علي عبد الرازق. طيب. كتاب الشيخ محمد بخيتي المطيعي. كويس. مفتي الديار المصريه العالم الجليل الموقر عضو لجنه ال30 في دستور 23 الشخصيه الوطنيه العلميه الموقره. الكتاب ده حضرتك ليه ما تطبعش في وزاره الثقافه كتاب الاستاذ علي عبد الرازق ملحقا به كتاب مفتي الديار وهو شخصيه وطنيه كبيره. ليه حضرتك ما ينزلوش مع امتى نشوفهم بينزلوا مع بعض؟ طب انت مقال ده برضه يخلينا نطرح موضوع الخلافه طول وعر. يعني الاول قبل ما نروح للخلافه الاول الاستاذ جمال سليمان كان عنده حاجه. عندي مشاركتك يا استاذ جمال حضرتك كنت عايز اتفضل. يعني انا من وجهه نظري ان الفكره الاساسيه اللي قامت عليها يعني مفهوم التكفير تاريخيا هي قمع العقل الإنساني في أعمال التفكير في صنع حياة الإنسان وشكل هذه الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وأنا رأيي بأنه لكي تتمكن هذه العقلية الاستبدادية من إحكام قبضتها الحياة تعلقت باجتهادات وفتاوي نشأت في لحظات صراع تاريخية محتدمة انقسم فيها المسلمون إلى معسكرين أو أكثر حول مسألة بسيطة جدا كما أسلفت في بداية حديثي وهي مسألة السلطة. أنا أظن بأنه كي نتخلص من ذلك علينا أن نتحلى بروح الشجاعة وأن نعيد النظر في تاريخنا وأن نخلع صفة القدسية عن أفعال البشر كائنا من كانوا لأنها أفعال البشر. وأنا لا أعتقد بأن هذا يتنافى مع جوهر القرآن الكريم ولا مع جوهر الأحكام الإلهية. وأنا أظن بأن خير دفاع اليوم والإسلام يتعرض اليوم إلى يعني هجوم كبير جدا وإلى إحراج كبير جدا من قبل المسلمين ونحن منهم
عندما يناقشنا أي شخص الآن ونحن الناس مسلمين يناقشنا فيما أفرز الإسلام من إرهاب وداعش ونصرة وغيره، يعني من والأعمال الإرهابية والقتل والانقسام الطائفي والنزيف الدموي هذا القائم على خلاف سياسي عمره 1400 عام حتى يومنا هذا، ولا تزال هذه التهديدات تتنامى يوم بعد يوم، ونحن أمامنا، وأنا لا أريد أن أكون متشائم، أمامنا أيام صعبة، الأيام الصعبة لم تأتي بعد في رأيي الشخصي، أنا الأيام الصعبة لم تأتي بعد، نحن أمامنا أيام صعبة. نعم. المسألة بسيطة جدا، المسألة في اعتقادي أن يحاول كل منا أن يعمل عقله في تصور ماذا أراد الخالق منا عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة، الله استخلفنا على هذه الأرض، وبالتالي أنا رأيي أنه طالما نحن خلفاء الله على هذه الأرض فنحن نحتاج إلى التفكير إلى أقصى حد، والتفكير كما قال نصر حامد أبو زيد، أنا يعني فكرة نصر حامد أبو زيد أنا برأيي أنه هي فكرة عبقرية، أن القرآن الكريم هو منتج إلهي، والعقل البشري إذا فهم هذا المنتج الإلهي فهما نهائيا وكاملا وناجزا، إذن هذا العقل البشري يتساوى استغفر الله العظيم مع العقل الإلهي، وهذا غير ممكن. نعم. وأن هذا المنتج الإلهي هو قائم في لكل الناس في كل العصور، وأن الناس في كل عصر وتبعا لظروفهم يتفاعلون بعقولهم مع هذا المنتج الإلهي فينجزون فهما تطبيقيا للشريعة الإلهية تتناسب مع العصر الذي يعيشون فيه. نعم. أستاذ جمال شرح الفكرة أحسن من نصر أبو زيد. هذه الفكرة أنا أعتقد بأنها فكرة عبقرية، وهذا يعيدنا، وأنا أذكر بأني شخص غير اختصاصي فأرجو أن ينطبق علي القاعدة التي تقول إذا أصبت فلي أجران وإذا أخطأت فلي أجر، يعني كذبان كذبان ماشي طبق على الجميع ما تقلقش الزجبان. أنا أعتقد أن هنا يجب إعادة الاعتبار إلى فقه الغايات، لأني أنا كإنسان مسلم واسمح لي يعني أن أقدم يعني رؤيتي يعني لمفهمي للإسلام كإنسان مسلم، أنا أعتقد أنه لا يوجد حكم إلهي نزل علينا إلا لغاية عظيمة، وهذه الغاية لا ترضي أو لم توضع كي ترضي الذات الإلهية، لأن من أسماء الله الحسنى أنه المستغني جل جلاله أنه المستغني، فهي وضعت لمصلحتي أنا كإنسان مسلم، فأنا أفك الشيء الأساس والجوهر هو الغاية، العدل، الخير، الجمال، العمران، العدالة، العمران، السعادة، الرفاه. بس لا تنسى أن الملائكة أيضا عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، ولكن ما قالش سبحانه وتعالى أن ده مش هيحصل. لكن الحق جل جلاله أراد أن يعلمهم بوجود حكمة مترتبة على هذا، وكلام الأستاذ جمال مهم قوي، وهو يعني اللي الأستاذ جمال بيتكلم عنه شيء اسمه مقاصد الشريعة، جل الله أن يكون له غرض أو مقصد لأن أفعال الله غير معللة بغرض. نعم. إنما الأستاذ جمال بيقوله العلماء بيقولوا مقاصد الشريعة مقصد الله من المكلفين، مقاصد المكلف أن يقوم بالعمران، أن يبني المؤسسات، إكرام الإنسان إلى آخر المقاصد الشرعية. التعبير الرشيق الجميل الأستاذ جمال قاله المنتج الإلهي الذي يحفظ التعبير عن الوحي، الوحي الإلهي أنه كلام الله جل جلاله. العقل البشري في كل مرحلة من الزمن يحاول أن يفهم هذا النص الإلهي بحيث يستخرج منه ما يسعف هذا الزمن ويحقق فيه المقاصد الشرعية التي هي العمران والعبادة والتزكية ومنظومة الأخلاق وبناء الحضارة والمؤسسات. فده كلام أنا يعني أنا بس أذنكم وأحاولكم بسرعة بعض المشاركات في الهاشتاج بتاعنا هنا، بس في موضوع التفكير والتكفير أنه في كل عصر في عقل يتعامل مع القرآن بفهمه وتأويله مطلوب مننا في هذا العصر طبقا لكل اللي بنسمعه وبنشوفه وكل اللي بيكفرونا، ان احنا نأسر هذا العقل ونجعله رهينة للقرن الثاني والثالث الهجري بأفهام هذه القرون. ده ليس القرآن فقط ولكن القرآن والحديث ايضا. يعني ايه؟ نعم. يعني ايه؟
لا يعني أقول لك انت هتبقى يعني انه عايزك لتفسيرات ومفاهيم ابن كثير وابن اسير وابن العلم والدنيا بمنطق فقيه في القرن الثالث الهجري. ده حضرتك عايز يحبس الاسلام في القرن الثالث، قول له ده مش بالزبط. عايز الاسلام ما تقول لا تقول هذا لابراهيم ولا لا ليه؟ على فكره ده حضرتك ده يقول حضرتك دكتور اسامه يقول لي اللي هو عايزه. الله يخليك ده حضرتك يا ربنا يهنيكم بعض. لا يا فندم، بنقوله في مجالس التعليم للجميع، اوعى حد يظن ان هذا الدين وقف عطاؤه عند القرن الثالث. هذا القران جاء متجاوز للزمان، يحمل لكل جيل ولكل زمن عطاؤه. وتحدينا حتى الأكبر لو كان هذا صحيح يا دكتور أسامة، طب لماذا تعاركوا طويلا حول نقل الأعضاء؟ طيب ممكن أقف عند ده، لأن هو كلام الدكتور أسامة ده كلام عظيم جدا يا دكتور، بس هو فعلا طب فين الفقه الجديد؟ كويس. فين الفقه الذي يتناسب مع هذا كويس العصر؟ كويس. لا يوجد هذا كويس الفقه، ولم كويس يظهر هذا العالم ولا العالم ولا المجدد. أين كويس السؤال ده أنا أحب أجاوب عليه. طيب ممكن بعد الفصل. طيب بكل طيب سؤال. هقول لكم بس أسماء دوابة بتقول أغبى الناس من يتبنى أسلوب الجماعة في التفكير والتكفير. أمل عبد الكريم، الفرق بينهم مجرد ترتيب للأحرف لكن في نتائجهما كبير جدا، فرتبوا الحروف بشكل صحيح عند تلقيناها لأبنائكم. ده نسبة للدكتور جاسم المطوع. نبيل محمد بيقول يا ترى القرآن الكريم ذكر كلمة الكفر ومشتقاتها كم مرة وكلمة الفكر ومشتقاتها كم مرة؟ حد فكر في إجابة السؤال ده؟ كريم الفقي بقى نرجع للمعجم المفهرس. لا ده التفكير أكتر صح بلا شك. كريم الفقي بيقول التفكير مش كل حاجة ممكن تفكر فيها، الحاجات اللي أثبتت بالقرآن والسنة النبوية والصحابة فهذا لا يمكن التفكير فيه، والتكفير فيه والتفكير فيه إلحاد وكفر. تاني كده التعليق ده، التفكير مش كل حاجة ممكن تفكر فيها، يعني في حدود للتفكير، الحاجات اللي أثبتت بالقرآن والسنة النبوية والصحابة، يعني هو وسع الدائرة شوية، فهذا لا يمكن التفكير فيه، والتفكير فيه يبقى إلحاد وكفر، وأما التفكير في غير ذلك فيجوز. هو في غير ذلك بقى لا حول الله لا حول الله. بسمة فاروق بتسأل ما هو جزاء من يقوم بتكفير الناس؟ صبح محمد بيقول من هو الله وأين الدين الصحيح؟ أنا لا أقتنع بشيء، لكن متأكد بوجود إله مسؤول عن هذا الكون الغريب، لكن كيف أرضيه وأنا لا أشعر به. محمود دعونا بقى إلى حالات الإلحاد اللي دكتور أسامة برع في عرض يعني فكرته ومناقشته. محمود كان بيسأل عن علاقة التفكير والتكفير والتفجير. أحمد حسنين بيقول تطول إبراهيم عيسى على الثوابت وعلى الصحابة وعلى القرآن وعلى البخاري أليس هذا التطرف يستفز مشاعر المسلمين؟ فضستيلي المسيح. طيب ما واحد كن إنسان بيقول يوجد إسلامان، إسلام معتدل عقلاني وإسلام وهابي تكفيري. لولو يعني أنت جايب ثلاثة لهم نفس الفكر ضد الشيخ أسامة الأزهر وحده، محدش ضد حد. لا 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 احنا مش عاملين الدكتور أسامة نفس الفكر، احنا مش عاملين مناظرة، احنا في صالون حواري كلنا بندردش. يا أستاذ خيري، وتأكيدا لهذا، هل كل اللي انا تكلمت بيه حضرتك متضايق منه في حاجه؟ لا مش متضايق اطلاقا، انا ما بتضايقش من حاجه، هم اللي متضايق. اسمح لي بس ما هو ده المشكله. اسمح لي اقول حاجه. طب ممكن اختم اخر اتنين وبعدين تقول. اسامه بيقول التكفير مبدا لا للحياه. سامح محمد اعتقد ان معظم من ينتمون للفكر التفكيري التكفيري يفتقدون للامل، لانه لا يوجد من يضحي بحياته الا يكون فقد الامل وياس من الحياه. بعضهم بيبقى رايح الجنه ومبسوط وشايف حور العين. دكتور مطر بيقول انا شايف انه مش هنوصل لحاجه. عيسى بيتكلم من منطق ديني واسامه من منطق من منطلق ديني واسامه من منطلق ديني. في اسامه عندك غير اسامه انا لا قصده عليك. اي بيقول ايه حضرتك؟ بيقول ان عيسى نفسه بيتكلم من منطلق ديني وحضرتك بتتكلم من منطلق ديني، يبقى مش هنروح في حته تانية. طب وزعلانين ليه؟ هنفضل في نفس الدايره. هو يقصد عايز من ارضيه تانية من خارج الدين ده، موضوع تاني بقى. طيب هنكمل. اتفضل يا استاذ جمال، كنت عايز تقول ايه؟ لا انا كنت يعني عاوز اقول ان الاخ اللي بيعتبر انه في ثلاثه ضد واحد هو الدكتور اسامه، ده كلام مش صحيح. احنا بنتناقش ودي افكار صعبه جدا ومعقده وحساسه جدا وفيها جراه شديده، فنحن بنتناقش. عايز اقول لكم التليفونات فوق هتتكسر من الناس، الناس عايزه تعمل مشاركات كثيره. احنا النهارده هننتقي يعني تليفونات الجمهور كله يعني محترم جدا. عايز اسال الدكتور اسامه وجمهورنا. لا بالعكس، لا هيدخلوا يشتبكوا معاك. لا يا احنا عايزين المشاركات تكون في حدود دقيقتين، ويكون حد عنده وجهه نظر عايز يطرحها او عنده سؤال. وصاحب الصالون موافق؟ طبعا هو بيوافق على ده. لا لا ما عنديش، ما انا مستاذنه قبل اي حاجه، ما نقدرش نعمل حاجه من غيره الا ما هيبقاش فيه ممكن بقيه الاسبوع. نلتقي بعد الفاصل.